بدأ برنامج حساب المواطن بالعمل على أسلوب جديد في توجيه الدعم للمستحقين مباشرة ونقدا عوضا عن دعم المنتجات. كما أن الحساب اتخذ أسلوبا جديدا في الإدارة الداعمة من خلال أخذ المعلومات من المواطنين وبناء السياسات. يذكر أن البرنامج أو برنامج حساب المواطن وضع خلال الأسبوع الجاري أو وضع تحديثا جديدا يتعلق بإرفاق المستندات الرسمية التي تخص المستفيدين والتابعين تحت أيقونة المرفقات، حيث يمكن لجميع المستفيدين من البرنامج من إدخال المستندات الرسمية المطلوبة على الموقع الإلكتروني. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا هاتفيا الكاتب والمستشار الاقتصادي الأستاذ أحمد الشهري. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. دعنا نتحدث عن نقطة مهمة أستاذ أحمد، ماذا عن كفاءة الدعم والتي تعتمد على تحديد الفئة المستفيدة؟ نعم، حقيقة المملكة العربية السعودية ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي أو تطوير منظومة الاقتصاد لدينا قامت بإعادة الدعم بطريقة مختلفة عن السابق. سابقا كانت تضخ الدعم بشكل عام وللاقتصاد بدون أي تنظيمات تراعي المستويات الدخل للمواطنين. الأسلوب الجديد الذي ستستخدمه الدولة في إعادة الدعم للمواطنين هو أسلوب الشرائح. الحقيقة المملكة تدعم 3 أو 4 أنواع من الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الطاقة والغذاء وأيضا في السلع الأساسية، فإعادة ذلك وستقوم بالرفع الدعم الشامل عن هذه القطاعات بشكل تدريجي، ثم بعد ذلك تقوم من خلال حساب المواطن بتعويض فجوة ارتفاع الأسعار المتوقع. نعم هنا أستاذ أحمد ما ذكرته جميل، ولكن دعنا نستكمل هذه النقطة تحديدا وهذه الفكرة. ما أهمية تحديد المستفيد لحصول المستفيد على الفائدة بشكل كبير وبشكل أيضا سريع؟ السؤال جميل. حقيقة تقسيم الدخل العام للمواطنين إلى مجموعة من الشرائح سيمكن الدولة من معرفة الأكثر احتياجا للدعم وتقوم بالدعم، وحقيقة نتوقع أن يصل الدعم 100% إلى الفئات الأقل، ثم يتدرج تقريبا إلى المقاربة بحيث يصل تقريبا إلى 50% من الأجواء السعرية المتوقعة. لكن بشكل عام في هالظروف الحالية في الوضع الاقتصادي الحالي نتوقع أن يحقق أداء عالي الشعور بمنفعة إعادة توزيع الدعم بشكل مركز للفئات الأكثر احتياجا. نعم، هناك اختلاف أستاذ أحمد بالنسبة للأسلوب من الأسلوب السابق للأسلوب الحالي. هناك أسلوب جديد في توجيه الدعم للمستحقين مباشرة وأيضا نقدا عوضا عن دعم المنتجات. تغيير هذا الأسلوب ما الذي سوف يضيفه؟ الحقيقة لدينا فاتورة الواردات مرتفعة من الخارج، وهي السلع وما في حكم الحقيقة الصناعة الداخلية لدينا ما زالت تنمو. هذا الدعم بدلا أن يوجه للتجار بشكل مباشر ويتم التسعير بناء على السوق ومعدل التضخم، يصبح السوق أكثر انفتاحا ومن يقرر عملية الشراء هو المواطن، وبناء على ذلك يستطيع الاستفادة وتوجيه هذا الفرد إلى احتياجاته التي يريد أن يستهلك بها ويريد أن يستخدمها بشكل أكثر كفاءة. فبدلا من يتجه الدعم المباشر إلى السلع والتجار بشكل رئيسي سيكون الدعم مباشرة إلى المواطنين، وهذا حقيقة أسلوب جديد وحقيقة من الناحية الاقتصادية نتوقع أن يحقق آثار إيجابية على كفاءة الدعم والشعور بالدعم الحكومي، لأن حقيقة المملكة تدفع فروقات كبيرة جدا في سبيل المحافظة على الأسعار بما يتوافق مع الأجور العامة. نعم. هذا الأسلوب سيعكس العملية بحيث يصبح الاستفادة هي استفادة مباشرة ودعم مباشر للمواطنين وبشكل نقدي. نعم أستاذ أحمد، أنت ذكرت هذا هو أسلوب جديد، وهو أسلوب جديد في إدارة الدعم من خلال أخذ المعلومات من المواطنين وبناء عليها أو تبنى عليها السياسات. هل سيكون هناك تحديات في هذا الأسلوب الجديد؟ الحقيقة التحديات هي موجودة، ولكن الدولة
عندما قررت بناء منظومتها وإصلاح المنظومة الاقتصادية بشكل شامل، وضعت مجموعة من السياسات الاحترازية ومن ضمنها حساب المواطن. حساب المواطن ما هو إلا حماية أو من الآثار المتوقعة والناتجة من العمليات الإصلاحية للمنظومة الاقتصادية. فلذلك هذا الذي سنشاهده الآن ما هي إلا عملية حماية من الآثار المتوقعة اقتصاديا، ولكن بشكل عام كل هذه الإجراءات والسياسات الاحترازية ستؤدي على المستوى المتوسط والطويل إلى أن يصبح سوقنا سوق اقتصادي منفتح، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار والادخار من طرف الأسر. بإذن الله. أستاذ أحمد الشهري الكاتب والمستشار الاقتصادي، شكرا جزيلا.